فجيت على الدنيا وكان عندي أخت أكبر مني تسمعش. بعد كم من سنة أجت كمان أخت اللي برضو ما بتسمع وتحكي. وجود أختين من الصم بحياتي خلاني أحاول أجد طرق لحتى أتواصل معها، فكنت أتواصل من خلال لغة الجسد وأتواصل من خلال تعبير الوجه، وهذا الإشي خلق علاقة مميزة بينه وبين إخواتي اللي كانت تظهر مرات للناس بأماكن عامة، وكان يستغربوا. جزء منهم كان يتطلع علينا ويتمسخر، والجزء الثاني كان يتطلع بشفقة وكأنه في أمامه الناس عاجز. طبعاً هذا الإشي كان يسبب لي غضب، وكنت أروح أحاول أفهمها لازم تحترموا أنه في ناس تحكي بلغة أخرى وتواصل بطرق أخرى. لكن مع الوقت اكتشفت أنه مش رح أقدر أغير بالعالم، بس اللي بقدر أعمله هو أنه أغير بنفسي، وهذا اللي صار. وجود أختين بحياتي من ذوي الاحتياجات الخاصة قوى عندي المحفز الداخلي لحتى أقدر أخلق وسائل علمية لتقدر تحسن من ظروف حياة كتير ناس حولنا. ولهيك بعد مجهود كبير وسنين طويلة اليوم أنا دكتورة باحثة في مجال علوم الأعصاب والدماغ، وقررت إنه مسيرتي العلمية تكون من أجل إيجاد وسائل حديثة متقدمة للتسهيل والتخفيف عن أوجاع وألام لكتير ناس حولنا. رح أشارككم بكمان سر اللي كتير ناس ضلوا يسألوني عنه، وهو سر حركتي وتعبير وجهي وأنا أغني، واللي كان طبعاً جزء من الناس كان يحبوه وجزء من الناس كان ينتقدوه ويشوفوه إنه مبالغ فيه. بتصور اليوم عرفتوا انه امامكم مغنية اللي بتغني بالعربي وبلغة الاشارة بنفس الوقت. بحب اعبر عن امتناني لهي اللغة اللي خلتني اقدر اتواصل مع ناس انا كتير بحبها، ومنهم اختي الغالية فاتن اللي بتشاركني بكل عروضي كمصورة محترفة، بتصورني بلغة الجسد وبلغة الروح وبلغة الشفايف. فاتن انا بحبك كتير وانا فخورة فيك. شكرا لك وشكرا لكلكم كتير كتير.